السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. وبالنسبة اللي بتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك ويشترك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات والترددات الفضائية والأحداث الرياضية. في الحلقات اللي فاتت شرحت لحضراتكم ازاي نتعامل مع ريسيفر جالاكسي 3000 اتش دي وكل الأجهزة الشبيهة، وازاي نتعامل مع القوائم الداخلية بتاع الجهاز من حيث البحث الاوتوماتيك، او ازاي ننزل كل القنوات على الرسيفر بطريقة سهلة جدا لو الرسيفر عند حضرتك في البيت، او حضرتك فني مبتدئ في مجال الالكترونيات. هتقدر تدخل على القوائم الداخلية عن طريق زرار المنيو، وبعد كده تختار كلمة البرمجة او قائمة الاقمار، وتدخل على نظام البحث سواء البحث الالي او البحث المفصل او اي طريقة للبحث من خلال الشروحات اللي انا قدمتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت. وايضا عرفتكم ازاي نتعامل مع القنوات من حيث الترتيب او الحذف، وازاي نتعامل مع قائمة القنوات الداخلية للجهاز. وايضا بالنسبة لقائمة الترددات، لو في تردد بكامل قنواته او مجموعة ترددات بكامل قنواتها مش محتاجة خالص على الرسيفر ومحتاج ان انا احذفها من على الجهاز، بطريقة سهلة جدا هقدر اتحكم في الترددات او القنوات الموجودة عندي في الليست بتاع القنوات. وشرحت لحضراتكم ايضا ازاي نعدل على اسم القناة او اسم القمر الصناعي بطريقة سهلة، وندخل اي اسم جديد احنا عايزينه بالنسبة للقنوات او بالنسبة لقائمة الاقمار الصناعية. والحلقة اللي فاتت مباشرة شرحت لكم ازاي نسحب نسخة من ملف القنوات وملف السوفت وير الموجود على الرسيفر، وازاي نعمل نسخة احتياطية من ملف القنوات او ملف السوفت وير ونحتفظ بهم على فلاشة او على اي هارد ديسك او على كمبيوتر او على لابتوب. والنسخة دي يعني هنحتاجها بعد كده في حالة الوقوع في أي خطأ، أو لو حصل أي مشكلة في الرسيفر والقنوات كلها اتمسحت أقدر أرجعها بسهولة. وكل الفيديوهات موجودة داخل القناة، اللي ناقصه أي حاجة من الفيديو أو ناقصه أي شرح يقدر يرجع له من خلال القناة بتاعتي، وإن شاء الله يستفيد منها بكل سهولة. في الفيديو النهاردة الحلقة مميزة جدا وجميلة جدا، هعرفكم من خلالها إن شاء الله إزاي ننزل ملف القنوات اللي إحنا احتفظنا بيه قبل كده، او ازاي ننزل ملف قنوات على الرسيفر عن طريق الفلاشة او عن طريق اليو اس بي، سواء الملف اللي احنا كنا محتفظين بيه قبل كده او اي ملف جديد للرسيفر، بشرط يكون الملف متطابق مع الرسيفر او مع نوعية الفلاشة ونوعية الابرم ونوعية الذاكرة ونوعية البروسيسور او المعالج ونوعية التيونر. يعني الملف اللي انا هنزله للجهاز لازم يكون مطابق للجهاز 100%. ما ينفعش ان انا اجيب ملف من اي مكان واحطه على الفلاشة وانزله للجهاز كده بسرعة عادية، لازم يكون الملف مطابق لنفس السوفت وير او لنفس الجهاز اللي انا بنزل عليه الملف الجديد دون. واشرح لحضراتكم الوقت طريقة تنزيل الملف بكل سهولة. كل اللي هعمله هضغط من الريموت على زرار المنيو، وبعد كده بتحرك بالاسهم لفوق او لتحت. ده بالنسبة للقوام العربي، ونفس اللي هعمله في القائمة العربي هو اللي هعمله في القائمة الانجليش نفس الخطوات. فياريت الكل يركز معايا في الفيديو بنفس الشرح او بنفس الخطوات اللي انا هبينها لكم دلوقتي. بعد ما بضغط على زرار المنيو بتحرك للسهم عن طريق الاسهم فوق او تحت، واقف على كلمة اعدادات واضغط اوكي، وبعدين بنزل بالسهم على كلمة تحديث واضغط اوكي. وقبل اي حاجة طبعا ببقى مجهز ملف من القنوات او مجهز الفلاشة اللي بتحتوي على الملفات بتاعتي، ومجرد ما بحط الفلاشة دي في وضع اليو اس بي او في مكان اليو اس بي بتاع الرسيفر، الجهاز بيتعرف عليها وبيقول له العثور على وحدة تخزين. اما لو ما ظهرتش الرسالة معايا يبقى في عندي مشكلة في اليو اس بي او عندي مشكلة في الفلاشة او الذاكرة اللي انا حطيتها على الجهاز. في الحلقة اللي فاتت مباشرة كنا عشان نحفظ نسخة ملف القنوات او ناخد نسخة من ملف القنوات الموجود عندي على الجهاز، كنا بندخل المكان بتاعنا الفولدر او المجلد وندوس على الزرار الازرق ويبقى كده احتفظنا بالنسخة. فلازم 100% ابقى متأكد من ملف القنوات الموجودة عندي على الجهاز او على الذاكرة او على الفلاشة اللي انا حطيتها في اليو اس بي بتاع الجهاز بتاعي، وابقى متأكد ان الملف مطابق، وبفضل اركز على نقطة مطابق لمواصفات الجهاز اللي انا بحمله له عشان ما اوقعش نفسي في مشكلة والجهاز يقف عن العمل، او سواء انا جايب الملف من اي مصدر او من اي مكان اخر. بصورة طبيعية ابقى متأكد ان الملف مطابق للجهاز بتاعي،
أو نفس ملف قنوات بيتطابق مع مواصفات الجهاز بتاعي من حيث الموديل ومن حيث المواصفات البروسيسور والتيونر والمعالج بتاع الجهاز. عشان أحمل ملف قنوات كل اللي هعمله بروح للمكان بتاع ملف القنوات اللي أنا حاطط عليه الملف سواء بره الفلاش أو داخل الفولدر. بالنسبة لجهاز جالاكسي 3000 اتش دي والأجهزة الشبيهة بيحمل ملف قنوات بصيغة دي بي، في أجهزة بتحمل بصيغة تانية لكن احنا في الصيغة بتاع ملف النهاردة بيتحمل الملف بصيغة دي بي. كل اللي هعمله انا واقف على ملف القنوات اللي هو الدي بي بضغط اوكي هيظهر قدام الرسالة اللي قدام حضراتكم، ومجرد ما الجهاز بيخلص التحميل ودي بطريقة سهلة جدا هيقول لي جرى حفظ البيانات. بنتظر لحد ما جرى حفظ البيانات تنتهي والجهاز هيعمل ريستارت وهيظهر معايا بعد كده. مجرد هضغط على الاوكي هيظهر لي قائمة القنوات اللي انا حملتها بطريقة مترتبة وطريقة جميلة جدا، ويبقى انا كده قدرت احصل على احدث نسخة لملف القنوات عن طريق التحميل عن طريق الفلاش او عن طريق اليو اس بي. ودي طريقة سهلة جدا جدا ومميزة في تحميل ملف القنوات. ودي كانت حلقة النهاردة وحلقة مميزة واستكمالا لشروحات جالاكسي 3000 اتش دي وكل الاجهزة الشبيهة. وقبل ما انهي الحلقة بتاع النهاردة، الريموت البديل لرسيفر جالاكسي 3000 اتش دي او الاجهزة الشبيهة هو ريموت ايماكس، وموجود في الريموت او بنسميه ريموت ال ام، موجود اخر زرار تحت على الشمال مكتوب عليه ال ام بالانجلش. ودي تيسيرا على الناس اللي بتتعب عما تلاقي ريموت بديل للجهاز بتاعها. وبكده حلقة النهاردة خلصت. لو عجبك الفيديو واستفدت منه اي معلومة اضغط لايك واشترك في القناة، واهم حاجة تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.